السلام عليكم. تعيش تعز على حد حالتين، التحرير باعتباره منحة وحقا مشروعا لمحافظة متصالحة مع الثورة والهوية والحرية، وحالة التطرف التي يراد وضع تعز على حد سكين الجماعات المتطرفة كمحاولة غير بريئة في محيط مدني عرف التحديث والحداثة منذ منتصف القرن. اللافت في الأمر أن تغذية التطرف ليست شأنا محليا صرفا، بل يمثل الأمر امتدادا لخيوط إقليمية تشكل أحد أوراق الثورة المضادة الثلاث: دعم الانقلاب ودعم التطرف وخلق الانقسامات السياسية والاجتماعية في دول الربيع العربي. التقرير السري الذي أعده خبراء في الأمم المتحدة يكشف تورط أبو ظبي تحديدا في دعم القاعدة، ويحمل التقرير أبو ظبي المسؤولية عن دعم أذرع لها في تعز يسهلون دخول مسلحي القاعدة إلى المدينة، وهو ما يشبه اللعب بالنار من قبل أبو ظبي وأذرعها في الداخل اليمني. وهنا نتساءل، من يغذي التطرف في تعز ومن يخلق التغطية السياسية له؟ وإلى أي مدى تتحمل الإمارات تبعات المشاكل التي تعيق حركة الشرعية واستكمال التحرير؟ وماذا عن أصابع الثورة المضادة في مناطق الربيع العربي المتمثلة في خلق بؤر عنف وكيانات متطرفة يتم إنتاجها في المنطقة واليمن تحديداً؟ إذا مشاهدينا الكرام، حول هذه الأسئلة ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. دعونا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير. الحرب على الإرهاب شعار يرفعه الكثيرون، لكن استخدام القاعدة كورقة من تحت الطاولة لم يتوقف يوما من قبل عدد من الأطراف المحلية والإقليمية. تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة والذي سربته قناة الجزيرة قبل أيام كشف عن دعم أبو ظبي لجماعات متطرفة متحالفة مع تنظيم القاعدة وخاصة في تعز. التقرير ذكر القيادي السلفي أبو العباس متهما إياه بالتحالف مع تنظيم القاعدة وتلقي دعم كبير من دولة الإمارات عبر القيادي السلفي هاني بن بريك. التقرير أيضا كشف احتمالية دعم الإمارات للإنقلابيين في صنعاء، حيث تحدث عن القبض على شاحنة تحمل لوحة صادرة من دبي كانت تحمل للحوثيين مواد تكفي لصنع 30 طائرة بدون طيار. اتهامات كثيرة أوردها التقرير المسرب، ولم يصدر أي نفي من لجنة الخبراء أو مجلس الأمن ينفي تلك التسريبات، وهو ما من شأنه وضع العديد من التساؤلات عن مستقبل الحرب الأمريكية على الإرهاب في اليمن التي تخوضها الولايات المتحدة عبر حليفتها الإمارات. التقرير جاء متماشيا مع اتهامات سابقة لدولة الإمارات من قبل منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش بدعم جماعات متطرفة وميليشيات عسكرية خارج سيطرة الدولة والإشراف على سجون سرية في عدد من المحافظات الجنوبية. لم يصدر حتى اللحظة تعليق من أي جهة حول مضمون التقرير، الذي وإن صح فهو يعني أن هناك انحرافا عن توجهات عمليات التحالف، وأن أبو ظبي ليست سوى الوجه الآخر لطهران، وأن الحوثي ونقيضه القاعدة هما الطرفان المستفيدان من سقوط الدولة في فخ الانقلاب. قد يكشف التقرير في حال صدوره بشكل رسمي الكثير من الأسئلة المتعلقة بالصراع الدائر في محافظة تعز، كما سيفصح عن أسباب عدم تخليص المدينة من سطوة الميليشيا وتوقف مدرعات الجيش والمقاومة على مشارف المحافظة منذ أكثر من عامين. إذن مشاهدينا الكرام، الحديث في هذه الحلقة ينضم معنا عبر سكايب الأستاذ فيصل علي الباحث والمحلل السياسي من كوالالمبور، وسيكون معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ فيصل. مساء النور، أهلا وسهلا أختي. أهلا بك معنا. بداية يعني لو بدأنا بسؤال مباشر، برأيك من يغذي التطرف في تعز ويخلق تغطية سياسية له؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، هناك عدة عوامل علينا كباحثين ومتابعين أن ننظر إليها بدقة ولا نستخف بها. ما ذكره التقرير واضح، ودور الإمارات واضح لا مراء فيه، لكن هناك عوامل يراد منها
تحويل مدينة تعز المدينة المدنية مدينة الثقافة إلى تورا بورا. هذا الكلام كنا نتحدث عنه من بداية 2015 وما زلنا نتحدث عنه، لكن الإعلام وكثير من المتابعين غير مهتمين بهذه النقطة إلى أن جاء هذا التقرير فنبش القضية وعادها إلى واقعها. لماذا غير مهتمين أستاذ فيصل؟ ما الذي يجعلهم غير مهتمين بحدث مثل هذا؟ أطرح بعض هذه ربما يكون الخوف من إظهار أن تعز إرهابية، أو هناك من يرغب في أن تكون تعز إرهابية، هناك من يريد أن يغذي هذه الظاهرة حتى تظهر إلى السطح وتكون مفاجئة للجميع. يعني كل جهة لها أهدافها الخاصة. من هذه العوامل التي يجب أن نتطرق إليها الحصار المفروض على تعز يغذي الإرهاب، الحصار المفروض من الشرعية ومن التحالف، الحرب الطائفية التي أعلنتها الميليشيات الإنقلابية تغذي الإرهاب. عندما تحارب في مدينة بروح طائفية فأنت تدعو الجماعات الإرهابية إلى المشاركة في هذه الحرب. سرقة 600,000 سلة غذائية تجيع المواطنين وتدعو إلى الإرهاب. العمل السياسي والحزبي في وقت الحصار يدعو إلى الإرهاب. البحث عن مكاسب على حساب دماء الشهداء يغذي الإرهاب. المثقفون تعز الذين ينشغلون بقضايا خارج هموم أهلهم المحاصرين يدعو للإرهاب، مثل قتل المرتد والعلمانية والإسلامية وميراث المرأة وتطبيق الشريعة وكل هذه القضايا الترفية. عندما تثار هناك من يصطاد الشباب إلى محاضن الإرهاب. المعارك الترفية تسهل للعناصر الاستخباراتية اصطياد هؤلاء الشباب إلى معركة الإرهاب. هذا بالإضافة إلى أن الاستخبارات الدولية لها خيوط تعمل من خلالها في اليمن. ما ذكره التقرير كان واضحا وذكر أناس بالأسماء. أيضا هناك من داخل المجتمع التعزي من يدعم الجماعات الإرهابية نكاية بالإصلاح أو نكاية بالجيش الوطني أو نكاية بالمقاومة. كل هذه العوامل مجتمعة، يعني يراد منها أن تكون تعز تورا بورا، أن نعم. إذا تكون أستاذ تعز فيصل، يعني مدينة إرهاب ويتم محوها عن الخارطة. هذا هو لماذا 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 يراد لتعز ذلك؟ يعني أنت ذكرت مجموعة من الأسباب، ربما بعضها أتى بسبب واقع الحرب الموجود، وبعضها يعني عنوة، يعني يراد لتعز أن تتحول إلى وكر للإرهاب. لماذا برأيك؟ مثلا الطرف الانقلابي يريد أن يهزم المقاومة في تعز، ويريد من المجتمع الدولي ويريد من التحالف ويريد أن يفرض أمرا واقعا، أنا أحارب الإرهاب فتعالوا معي لنحارب هذا الإرهاب. وصم المقاومة في تعز بالإرهاب وترك الإعلام يتحدث بهذه الصياغ، ووجود تقارير صحفية تخرج من تعز يعني من أطراف تابعة للشرعية وتابعة لأحزاب الشرعية أيضا، يعني تساهم في هذا الشيء. بعض التقارير التي رفعتها بعض الأحزاب إلى أبو ظبي مباشرة تقول أن المقاومة في تعز إرهابية. هذه الأطراف تريد أن تتاجر بتعز. تعز ليس لها إلا جيشها الوطني ومقاومتها من الأبطال، من الطيبين، من الناس الفقراء الذين يدافعون عنها، لا يدافع عنها الذين تركوها لمصيرها، ولا الذين يتحكمون بغذائها ودوائها ويسرقون السلال الغذائية كما يعني ذكرت كل وسائل الإعلام، وكان محور أو حلقة نقاشية عندكم بالأمس. نعم، إذن أستاذ فيصل اسمح لنا أن ينضم معنا عبر الهاتف وكيل وزارة الثقافة من تعز الأستاذ عبد الهادي العزعزي. مساء الخير أستاذ عبد الهادي. يا مساء النور، أهلا بك. أهلا بك معنا أستاذ عبد الهادي. يعني دعم التطرف والإشراف على سجون سرية في عدد من المحافظات الجنوبية، وربما هذا ما يرد له في تعز، من المستفيد من هذا المسلك الكارثي في اليمن؟ المستفيد بدرجة رئيسية هو جماعة الانقلاب، وأيضا بعض الدول الخارجية التي تستغل وجود القاعدة لتمرير موازنتها
ولتبرير عملياتها الخارجية ولتبرير أيضا نهبها لأموال دافعية الضرائب في الغرب بهدف التواجد في المياه الدافئة وقريبا من القرن الأفريقي وشمال المحيط الهندي أو قريبا من مصادر الطاقة الغاز والنفط في منطقة الشرق الأوسط. نعم، يعني إذا أستاذ عبد الهادي، لا يعني صدر تقرير يعني لم يصدر رسميا بعد يشير بأصابع الاتهام صراحة لدور الإمارات التي ربما يعني تتحمل الجزء الأكبر من تبعات تغذية التطرف، المشاكل أيضا التي تعيق حركة الشرعية والتحرير أيضا في تعز، ما رأيك؟ أعتقد هذه المسألة لا نستطيع أن نجزم بها مباشرة لأن هنا طرفا من الأطراف بتغذية المسألة، لكن مدينة حوصرت لمدة عامين ونصف بشكل مباشر على مدار ثلاثة عقود مورس فيها سجاد سياسي، وبالتالي نحن أمام ما قاله تيم بلير أن هذه المدينة سوف تتحول لبيئة حاضنة للإرهاب، وهذه مسألة صحيحة، أي أن تعز أعدت كمنطقة حاضنة لكن العملية لم تظهر بشكلها كما يقال الذاكر حاليا سوى في الفترة الأخيرة، أي أن العملية دبرت بشكل منظم، هناك إعلان مركز، أغلب العناصر المتهمة بهذه بعملية الإرهاب أو الانتماء لتنظيم القاعدة أو غيرها من التنظيمات الإرهابية، هذه المجاميع الغالبية منها وافدة من خارج المحافظة وافدة من محافظات أخرى واستوطنت المدينة، هنالك اتهامات مباشرة لجماعة الانقلاب بأن هذه العناصر كانت تعمل لديها، هناك صراع كما أسلف ضيفك السابق بتفنيده في تعز، هناك صراع سياسي غير ناضج جرى داخل تعز، هناك تفكيرا سلفي يرسم في المخيلة العربية أن المجاهد هو ذلك الملتزم ايديولوجيا وبشكل ديني، ولم يتم دراسة تعز بوضع عام كمجتمع، تعز مجتمع يفوق أو يربو على 5 ملايين مواطن، وبالتالي تصنيف تعز على حزب سياسي على لول سياسي ونوعا من الغباء، هناك حالة مرسومة في الذهنية العربية أن المقاتل ذلك المشبع بالجانب الديني وذلك الملتزم أو الزاهد بشكل عام، هذه العقلية متواجدة تماما وهي من تهيم المشهد، هناك حالة تشكيك من بعض القوى السياسية بالجيش الوطني في تعز وبالمقاومة، قيل فيها أكثر مما قاله أو ما لم يقله مالك الفيلم، هناك حملة منظمة استهدفت المقاومة بتعز، هناك حالة انتكاسة، هناك حالة من التراخي وصلت فيها في فترة من الفترات أن الجيش الوطني كما يقال كان يربط على بطنه وربوعا، وكانت هنالك جماعات لديها أموال سيطرت على موارد الدولة، وبقراءة بسيطة السلطة المحلية في تعز كانت تتبع للمؤتمر الشعبي تحديدا، وبالتالي كانت هي بيدها الموارد. الأكثر إدراكا لهذا الأمر أيضا هنالك مقولات كنا نسمعها نحن المقيمين في ريف تعز، أن عندما يتم التوافق ما بين سيارات محددة من السلف وما بين الانقلابيين ينتحب الانقلابيين ويسلمون السلاح، هناك من سعى على مدى أشهر بحملة إعلامية منظمة ليصور والسلفيين، في حين نحن ندرك أن هذه الجماعة هي جماعة طاعة ولي الأمر، وهذه الجماعة ليست مقتنعة تماما. من هو ولي الأمر يعني في مثل هذه الدائرة التي تغوص فيها تعز بالكثير من الخيارات، الكثير من الضغوط والكثير من الأسباب التي ربما تفجر الوضع، يعني سواء طائفيا، سواء يعني انتماء للقاعدة، انتماء لكثير من الجماعات التي ممكن أن تخلق في ظروف الحرب. أعتقد أن هناك عملية هيمنت على المشهد، هناك من سوق
المقاومة والجيش الوطني في تعز أنهم محسوبين على الإخوان المسلمون، وهذه فيها كثيرا من المجازفة، فسعى الآخرين إلى أن ينفكوا من هذا الشراء، فبدأوا يبحثوا على أطراف أخرى. تم إهمال الجيش، تم إهمال المقاومة، وجه دعما بطريقة إلى جماعات معينة. هذه الجماعة كانت حديثة النشأة، قليلة الخبرة السياسية، قليلة الخبرة التنظيمية، تعاملت بالجرف، أجرفت عدد كبير من المقاتلين معها بحكم الإمكانيات التي تمتلكها، وهي لا تمتلك لا آلة للفرز ولا آلة للتصوير. وبالتالي هذه غياب الدائرة التنظيمية ودائرة الفرز أدت إلى أن يكون هذا اللفيف مخترق، أي أن هذا اللفيف جرى اختراقه بشكل منظم من جماعة القاعدة التي هي أجنحة كانت تتبع المؤتمر الشعبي العام. نعم، إذا ابقى معنا أستاذ عبد الهادي، ينتقل للأستاذ فيصل. أستاذ فيصل، برأيك ماذا عن أصابع الثورة المضادة في مناطق الربيع العربي والمتمثلة في خلق بؤر عنف وكيانات يعني متطرفة يتم إنتاجها في المنطقة واليمن تحديدا؟ بدأوا في إنتاج جماعات العنف هذه في سوريا وانتقلوا إلى ليبيا، واليمن لم تكن بعيدة. نعم. ما جرى في ليبيا تحديدا يجري الآن في اليمن، ويراد أن يجري في اليمن ما جرى في سوريا. لو لاحظنا فقط ما تقوم به الإمارات مثلا في منطقة في بعض مناطق الجنوب، لديها عدد من الجيوش، جيش النخبة الحضرمية، جيش النخبة الشبوانية، جيش الحزام الأمني وغيرها من المسميات، كثير من العناصر الإرهابية وعناصر خارجة على النظام والقانون كانت تتبع القاعدة منضمة لهذه المسميات. لماذا إيجاد أكثر من جيش في اليمن؟ لماذا إيجاد أكثر من مهمة لهذا الجيش؟ لماذا إيجاد أكثر من قيادة لهذا الجيش إن لم يكن المراد حرب أهلية مستقبلية؟ فما المراد؟ كل الذين لديهم علاقة في الجانب العسكري والجانب السياسي يتحسسون من تشكيل مثل هذه الجيوش المتعددة. ما جرى في ليبيا من دعم فلان وعلان يجري اليوم في اليمن بالتحديد. هذه الجيوش ستتقاتل فيما بينها إن لم تجد من تقاتله. الحوثي الآن ليس موجودا مثلا في بعض مناطق الجنوب، لكن هناك عمليات عسكرية، هناك اختطافات، هناك إرهاب، هناك قتل بحسب التسمية، هناك اعتقالات خارج نطاق القانون. ستكون هناك حروب مستقبلية بين هذه الكيانات والمسميات. نعم، إذن يعني أستاذ، بالنسبة لاستخدام القاعدة كورقة يعني ليست بجديدة، خاصة على اليمن تستخدم كورقة تحت الطاولة، هي ورقة النظام السابق والتي ربما يعني أثار الشعب عليها لكثير من الأسباب، كانت هذه إحداها، والآن أصبحت أيضا ورقة إقليمية يستمال بها الغرب في محاربة هذه الورقة. القاعدة الآن التي تدار في اليمن، كنا تحدثنا عنها منذ 2009، في اليمن لا يوجد قاعدة واحدة وإنما يوجد عدة قواعد. كانت واحدة من هذه المسميات القاعدة تتبع نظام علي عبد الله صالح وجهازه الأمني عبر طارق وجماعته. كان هناك جناح للقاعدة يتبع الاستخبارات السعودية، نائف بن عبد العزيز وجماعته. كان هناك جناح يتبع الولايات المتحدة ويعمل بشكل نشط في مناطق النفط. القاعدة في اليمن تتبع استخبارات محلية واستخبارات إقليمية واستخبارات دولية. استخدام هذه المسميات الآن يعني هو ترويج لهذا النوع من الإرهاب المزيف، وإيجاد عناصر تقوم بعمليات تخدم هذا التوجه.
لتدار الحروب الدولية في هذه المنطقة أو تلك، وكما طبقوها في مناطق أخرى خارج اليمن، خارج حدود اليمن، يطبقونها اليوم في اليمن. يريدون حرب في هذه المنطقة، في المناطق المحروقة، يريدون نقل المعارك من سوريا مثلا إلى خارج سوريا، ينقلونها إلى اليمن أو إلى غير اليمن، يعني ينفذون هذه المخططات ببراعة تامة، نعم. والإعلام يساعدهم، والكتاب والمحللين والمثقفين يعني يساهمون في مثل هذا الشيء. لا يتم فضح هذه العناصر. مثلا بعض أعضاء القاعدة الآن المتواجدين في تعز هم عناصر أمنية، وكانوا يتبعون الجهاز الأمني لعلي عبد الله صالح، وكانوا في 2011 مع علي عبد الله صالح، وكانوا فقهاء ويقولون بعدم الخروج على ولي الأمر، منهم أبو العباس وغير أبو العباس، حارث العزي وغيرهم. نعم، إذا اسمح لي أستاذ فيصل أن أنقل هذه النقاط. يتم تكنيس نعم، اسمح لي أن أنقل هذه النقاط للأستاذ عبد الهادي. أستاذ عبد الهادي، ربما سمعت الحديث الأستاذ فيصل. السؤال الأبرز، يعني أين هي الحكومة من كل ما يحدث؟ يعني بعض الأسماء الذي طرحها الأستاذ فيصل ربما معروفة بولائها السابق، الآن يعني تحولت إلى عناصر في صف الشرعية، ولكن تحمل يعني يافطة متطرفة. صوت الحكومة الشرعية إذا ما يحدث أين هو؟ وهو المتضرر الأكبر والذي يعد المتحمل الأول لكل تبعات ما يحدث. أعتقد أن صوت الحكومة الشرعية كان يجب أن يحضر منذ تشكيل المقاومة بدرجتين رئيسية. كان يجب أن يكون هناك خطة تستهدف العسكريين. جرى إهمال العسكريين ولا زالت المشكلة قائمة إلى اليوم. لا زال هؤلاء ضمن كشف يعرف بالكشف الملحق في الجيش المشكل في سعد، ويجري إهمالهم بشكل متعمد. أعتقد أن هذه المسألة كانت يجب أن تتنبه لها الحكومة منذ أن بدأ الانقلابيين يطرحون أن تحرير باب المنجد سوف يجعل هذا الممر البحري تحت سيطرة القاعدة. أعتقد أن عملية النشاط ارتبطت بدرجة أساسية بتحرير باب المنجد والمقر، فكانت هذه الخطوة باء لجماعة الانقلاب التي بدأت تحاول أن ترمم سلسلها الاقتصادية بالمنطقة خارج السكين، أو ما نسميها المنطقة الشمالية من سعد، والتي تشمل شرعب والمخلاف وايضا شمير، وبالتالي كيف يمكن ربطها بالمجموعه الثانيه المتوطنه داخل المدينه، ثم المجموعه الثالثه المتوطنه في منطقه المواسط والشمال، وايضا بعض اجزاء من الشمايتين والمعافر. هنالك حاله تقسيم او تقطيع لاوصال هذه الجماعات، وبالتالي الحكومه دورها غائب طوال الفتره الماضيه. الحكومة تعاملت مع الجيش باستهتار، تعاملت مع المقاومة باستهتار أيضا. الجهاز الاستخباراتي أيضا لا يعمل بتلك الكفاءة. الحكومة كانت تحضر على استحياء، ولم نعلم أن هنالك قيادات سياسية. زارة تعز والشهر الماضي حضر ثلاثة وزراء إلى تعز، وهي المبادرة اليتيمة الوحيدة التي ظهرت بها الحكومة منذ سنتين ونصف. موضوع الإغاثة، موضوع الصحة، مواضيع شكل. نعم، طيب يعني قلت أن دور الحكومة كان غائبا أستاذ عبد الهادي، هل كان فعلا دورها غائبا أم أريد له التغييب عمدا؟ هذه المسألة تصاب أنها الحكومة المتواجدة خارج الماضي، لكن عمليتها كانت إلى اليوم وضع المحافظة سيء جدا. نعتمد على ثلاثة من وكلاء المحافظة، هم أضعف حلقة في تركيب السلطة المحلية داخل تعز. ربما قائد فصيل من المقاومة لديه قوة لاحتجاز هؤلاء الثلاثة تماما ورميهم في أي مكان واتخاذ ما يريد. هناك فقدان سيطرة بالمعنى العام على هذه الأجزاء من قبل السلطة المدنية السياسية. هناك حالة منافسات بين الأحزاب والقوى السياسية التي كانت ربما تعتقد أن لها حضورا قوي، وبالتالي اتضح أن الأمر انحرف في السنة الأخيرة عن هذا الحضور. حالة السيطرة على المدينة ابتداء مما يعرف بنقطة الهندر وحتى منطقة الجمهوري، هذا القطاع الحيوي العام
تسيطر عليه جماعة محددة، وهذه الجماعة فاقدة للقدرة السياسية، وهي اعتمدت على لفيف أو تشكلت بشكل سريع، وبالتالي هي ما يعتقد أنها الجماعة المخترقة. هناك حالة ما نسميه حالة تحزين من القوى السياسية لبعضها البعض وللمؤسسة المدنية. الأمن عندما بدأ يتشكل بتعز تلقى ضربة قاضية في البداية، وتم اختراق إدارة الأمن وفتح السجن، وكانت هذه الضربة الأولى من أن القوى القائمة لن تسمح بسيطرة الأمن أو بسيطرة أجهزة الدولة المؤسساتية، وهذا أيضا انعكس بعدم دعم هذا الجهاز ودعم أيضا الجيش الوطني، الذي يقول بعض العسكريين، وأنا لست عسكري، أن إجمالي التسليح الذي يمتلكه هذا الجيش لا يساوي تسليحتين مدرعتين، برغم أن عدد ألويته 5000 عسكرية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الهادي العزازي وكيل وزارة الثقافة، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. أستاذ فيصل علي، أنت وسادة المشاهدين اسمحوا لي بالذهاب لهذا الفصل القصير ثم العودة إليك. أهلا بك من جديد أستاذ فيصل وبكم مشاهدينا الكرام. أستاذ فيصل، يعني تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة والذي تم الحديث عنه في وسائل الإعلام، برأيك ما مدى موضوعيته؟ مثل هذه التقارير يجب التعامل معها بجدية تامة. هذه تقارير لجنة خبراء مشكلة من لجنة العقوبات الدولية المفروضة على اليمن، لا يجب التشكيك بمثل هذه التقارير. هناك وقائع في الأرض تسند هذه التقارير، ما تقوم به الإمارات من دعم لعناصر متطرفة للإظهار كأن تعز ومقاومتها متطرفة، يجب التنبه له. على الحكومة أن تتنبه لهذا الشيء، خاصة والحكومة داخلة في مشادات جادة مع الإمارات في هذه الفترة. على المتابعين على قنوات الإعلام التنبه لخطورة مثل هذا التقرير ورفع درجة الوعي في تعز وفي كل وسائل الإعلام اليمنية. يجب أن نكسب هذه المعركة تماما، نستفيد من هذا التقرير ومن غير هذا التقرير. المعركة في تعز معركة وطنية، ليست معركة دينية، وليست معركة مذهبية، وليست معركة طائفية، وليست معركة بين كفر وإيمان. هي معركة الدولة مع الانقلاب، معركة الدولة مع الميليشيات، معركة استعادة الدولة وتثبيت سيادتها، معركة الأمة اليمنية ضد خصومها في الداخل والخارج، يعني معركة الشعب اليمني ضد الوصاية المحلية من بعض الطوائف أو بعض الجهات، وضد الوصاية التي يراد فرضها إقليميا على اليمن أو دوليا. نعم أستاذ فيصل، ورد في إذا ارتفع الوعي بهذه الدرجة أنا أضمن أن تعز ستكون خير واليمن ستكون خير. نعم، إذن يعني التقرير ذكر القيادي السلفي أبو العباس، وأنت ذكرت قبل قليل، يعني متهما إياه بالتحالف مع تنظيم القاعدة، وتلقي أيضا دعم كبير من الإمارات عن طريق القيادي السلفي أيضا هاني بن بريك. هل يفصح الأمر عن شبكة واسعة؟ بالتأكيد هناك شبكة واسعة متواجدة في مناطق الجنوب ويراد نقلها إلى تعز. ما يضعفهم أن تعز ليست لهم، الشباب في تعز والمقاومة في تعز والجيش الوطني في تعز يعملون بوطنية يعني كبيرة وأهدافهم واضحة. القاعدة في تعز ضعيفة، لكن يراد عبر هذه الشبكة الواسعة التي تحدث عنها التقرير أن تكون تعز بؤرة ويعني للقاعدة، وتكون صورة هذه المدينة أنها مدينة يعني توصم هذه المدينة بالإرهاب وبوجود عناصر متطرفة. وجود الشبكة هذه من حضرموت إلى شبوة إلى عدن إلى المخا الآن ومد نفوذها إلى تعز، التقاء أبو العباس بقيادات الإمارات في المخا قبل صدور هذا التقرير، وهروبه بعد صدور هذا التقرير من اليمن يقال إلى السعودية وربما إلى الإمارات لا أدري إلى أين،
يدل أن هذه الشبكة مهما كانت متوسعة إلا أنها أمام الوعي، أمام الرأي العام، أمام الإعلام، أمام وجود من يهتمون بتعز إعلاميا وسياسيا وثقافيا ضعيفة. ضعف هؤلاء الناس برفع الوعي كما تحدثنا. نعم نعم إذا أستاذ فيصل، يعني دعم أبو ظبي لهذه الجماعات المتطرفة والمتحالفة مع تنظيم القاعدة إن صح ما ورد في التقرير، وخاصة في تعز، برأيك ما الذي يحمله من مؤشرات؟ أولا إذا كانت، دعينا نكون موضوعيين، إذا كانت أبو ظبي ترى أن هذا التقرير قد تجنى عليها فلترفضه، فلتثبت حسن نيتها أمام الشعب اليمني. قد نكون نحن مساقين مع التقرير، قد نكون كما تسمين الإمارات بأي تسميات، ليس مهما، عليهم أن يدحضوا هذا وأن يضعوا يدهم في يد الشرعية ليصدقهم الناس ويكذبون نحن ويكذبون التقرير. نعم إذا اسمح لنا بانضمام ما يجري في تعز مؤشرات عليه. نعم نعم إذا أستاذ فيصل اسمح لنا بانضمام الكاتب الصحفي غمدان اليوسفي عبر الهاتف من هولندا. مساء الخير أستاذ غمدان. أهلا وسهلا. أهلا بك. بداية أستاذ غمدان، يعني التقرير الذي صدر عن لجنة الخبراء وتحدث عن تغذية التطرف في تعز، لم يصدر أي بيان حيال هذا التقرير، لا من لجنة الخبراء أو مجلس الأمن، طبعا لم يصدر رسميا بعد، ينفي تلك التسريبات. هل يعكس مصداقية ما تم نشره في وسائل الإعلام برأيك؟ أولا يعني في هذه المرحلة من الأزمة الخليجية والتي انعكست بظلالها على المشهد اليمني، ربما دعينا إذا جاز التعبير لي يعني على المستوى الشخصي ألا أثق بكل ما ينشر سواء من هذا الطرف أو ذاك. يعني في النهاية معظم ما ينشر في هذه المرحلة هو جزء من الدعاية ضد هذا الطرف أو ذاك، وبالتالي يعني أحرص كثيرا على ألا ربما أقرأ هذه التقارير أو يعني إلا إذا كانت ربما من جهة رسمية كالأمم المتحدة أو تقرير أو لجنة الخبراء بنفسها اجتمعت وقرأت هذا التقرير يعني بشكل أو بآخر، لا بشكل مباشر يعني رسمي. حتى هذه اللحظة ربما ما زالت يعني حتى وسائل الإعلام الكبيرة يعني أصبحت تغوص في تفاصيل إلى حد ما، يعني جزء من التوجيه في سياق الأزمة، وبالتالي يعني الحرص على مسألة تناول مثل هذه التقارير أو تلك، فيعني أصبح من الضرورة في هذه المرحلة أولا لوقف تعميق الأزمة التي تنعكس تلقائيا على اليمن. وبالتالي أنا يعني أرى أن الاندفاع حيال تعميق هذه الأزمة هو تعميق لأزمتنا نحن في اليمن، ويعني ربما هي وجهة نظر شخصية، لكن هذا هو الواقع بكافة تفاصيله. التقارير التي تظهر هنا أو هناك هي فقط تقارير ستكون آنية وليست تقارير يعني حقيقية بالمجمل. نعم لكن أستاذ غمدان، يعني لم يتم نفي ما تم تسريبه، لم يصدر أي بيان لا من لجنة الخبراء أو مجلس الأمن، يعني هذه معلومات ليست بالهينة أن يتم تسريبها ويتم السكوت عنها أيضا. لكن في المقابل يعني آسيا نحن صحفيين، يعني في المقابل يعني أنا لم أشاهد هذه الوثيقة، لم أشاهدها بورقتها يعني الصورة كوثيقة من الأمم المتحدة أو كوثيقة من لجنة الخبراء، وبالتالي كل ما نشر حتى هذه اللحظة أعتبره جزء من التسريبات وليس يعني هذه وجهة نظر شخصية. أنا كصحفي لا يمكن أن أندفع بهذه الطريقة أو تلك إن لم أثق بهذه الوثيقة أنها صدرت من جهة اعتبارية، وبالتالي سأعتبر كل ما يدور اليوم هو جزء من الحملات الدعائية والإعلامية. يعني هذا لا ينفي أن تكون حقيقية يعني اليوم أو غدا، لكن اليوم لم أعد أثق بما ينشر من وثائق إذا لم تكن موثقة بشكل حقيقي. نعم لكن ربما أستاذ غمدان ما ورد في التقرير يشابه أو يعني يتقارب مع تقرير منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش الذين يعني اتهمتا الإمارات بدعم جماعات متطرفة وميليشيات عسكرية خارج سيطرة الدولة.
وأيضا وجود سجون سرية وتعذيبات ذكرت في التقرير. يعني ما مدى يعني التوافق في تشابه المعلومات؟ هل يعكس رأي عام دولي مدني سياسي مندد بسلوك دولة من دول التحالف في اليمن؟ لا يعني فعلا يعني التقارير التي وردت عن هذه المنظمة أو تلك، يعني مع أني لا أحترم هذه المنظمتين بالمجمل، يعني خصوصا في تناولها الأزمة اليمنية، هناك يعني لعب على كثير من الأوراق فيما يتعلق بالمشهد اليمني من قبل المنظمتين. مع ذلك يعني لا أحد يستطيع أن ينفي أن الإمارات أو الجهات التي تديرها يعني تشرف عليها الإمارات ارتكبت جرائم هنا أو هناك، سواء في الجنوب أو في تعز. يعني المشهد ربما بات واضح، لكن مدى يعني الموضوع يناقش بالنسبية أو يعني بنسبة هذه الجرائم التي ارتكبت، بمدى يعني تضخيم الواقع يعني في مقابل الوقائع الحقيقية. يعني هناك سجون فعلا تم تعذيب فيها أشخاص، ربما هناك تعذيب وصل حد الوفاة في السجون، ربما مشرفة عليها بطريقة أو بأخرى دولة الإمارات العربية المتحدة. لكن يعني صدور كثير من التقارير من هذه الجهة أو تلك هو نوع من العمل الدعائي في هذه المرحلة، ويجب التعامل معه بحذر عالي، خصوصا يعني أننا يعني وقعنا في فخاخ كثيرة خلال السنوات الماضية، فخاخ إعلامية كثيرة. أيضا نحن اليوم يعني أصبحنا نعاني كثيرا من تعميق هذه الأزمة. اليوم أصبحنا نشاهد وسائل الإعلام التي كانت تقف يعني في يوم من الأيام ضد جماعة الحوثي، أو على اعتبار أن جماعة الحوثي جماعة غير شرعية وجماعة تسببت به سقوط الدولة، اليوم أصبحت جماعة الحوثي وكأنها الفعل المواجه للإمارات إذا يعني بهذا التناول الخليجي من طرف هنا أو هناك، وهذا ربما يثير في النفس حفيظة كبيرة لدى وسائل الإعلام التي كنا نثق بأنها تقف إلى جوار الشعوب، إلى جوار الأكثرية، إلى جوار المنطق العام وليس منطق الجماعة الصغيرة أو الفصيلة أو ما شابه. إذن نحن يعني ندرك أن هناك إشكالات لدى الإمارات في اليمن، وعمقت الأزمة اليمنية وتسببت بضرر كبير في صف التحالف، في صف اليمنيين المواجهين للحوثي. لكن أيضا يعني هناك كثير من التقارير هنا أو هناك يعني تبالغ في تصوير المشهد، وهذا ما ينعكس علينا سلبيا يعني في اليمن. ربما حتى هذا الكلام الذي أتحدث به اليوم يعتقد البعض أنني ربما يعني في هذه اللحظة أقف مع الإمارات، مع أن وسائل إعلام إماراتية وسعودية نشرت أنني يعني أقف مع قطر. يعني مع ذلك أنا أنظر يعني لهذا المشهد بواقعية حتى هذه اللحظة، ولا أوافق على هذه الأفعال هنا أو هناك. نعم، إذن شكرا جزيلا لك غمدان اليوسفي الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من هولندا. أعود إليك أستاذ فيصل. أستاذ فيصل، استمعت لحديث الأستاذ غمدان، هو تناول مع المعلومة كصحفي يشكك بمصادرها لأنه لم يراها كما قال، لم يجد يعني ما يؤكد مصداقية مثل هذه المعلومة. أنت كمحلل سياسي وباحث، كيف يمكن أن تربط بين الخيوط، وكيف يمكن أن يعني تتعامل مع مثل ما يتم نشره في وسائل الإعلام؟ يا سيدتي الكريمة، هو المسألة ليست تشكيك، ولسنا أمام مشهد دعائي انتخابي. هذه حرب تدور في اليمن، هناك وقائع تثبت صحة هذه التقارير، السجون السرية، المعتقلات، التعذيب، القتل الخارج القانون، كل هذه الأشياء حدثت، وما زال المواطنين في الجنوب مثلا يخرجون للتظاهر ضد اعتقال أبنائهم في السجون الإماراتية بدون وجه حق، ويتم طردهم يعني والاعتداء على نساء المعتقلين، وهذا ما نعرف. نعم، هو يعني لم ينفي ما يحدث في الجنوب وفي مدينة تعز من قبل الإمارات، ولكن هو تحدث عن هذا التقرير الأخير، وجد أنه مجرد مبالغة إعلامية، خاصة بعد يعني الأزمة الخليجية، وهذا هو انعكاسها سلبا على الحرب في اليمن. لا نستطيع أن نجزم أن الأزمة الخليجية انعكست سلبا على ما في اليمن،
ربما طبحت بعض الأمور وبعض الحقائق بسبب خلافاتهم البينية. نحن لسنا قطر ولسنا الإمارات، ولا يهمنا لا هذا الطرف ولا ذاك، يهمنا ما يجري في اليمن، ما يجري في تعز، ما يجري في الجنوب، ما يجري في صنعاء، ما يجري في كل الأراضي اليمنية. كيف نستفيد من هذه التقارير ومن هذه الحرب البينية فيما بين الخليجيين أنفسهم في إرساء الاستقرار في اليمن؟ كيف نستفيد من هذه الأوراق بالضغط على بعض قوى التحالف التي تريد أن تفرض رأيها وقوتها في اليمن؟ أتفق مع غمدان أن هذا يعني مجرد تسريبات، لكن هذه التسريبات منطقية، لأن هناك في الواقع ما يثبتها في تعز وفي غير تعز. أيضا من المتضرر من هذه التسريبات؟ كما قلت لك سابقا، إذا كانت الإمارات متضررة فلتنفيها، إذا كانت الأمم المتحدة ولجنة العقوبات ومجلس الأمن والجهات الدولية ذات الشأن نعم، ترفض هذه التسريبات فلتنفيها، ولكل حادث حديث. نعم. إذا لكن أستاذ صمتهم فيصل، يعني وصمت برأيك كيف الإمارات نفهم؟ وصمت السعودية وحدوث نعم، نعم كيف نفهم أستاذ فيصل أمر من يعلنون أنهم وكلاء لمحاربة الإرهاب وأنهم ضد الإرهاب، واتخذوا مواقف كثير من الجماعات بسبب تهمة الإرهاب في المنطقة، وهم من يغذون الإرهاب في مناطق أخرى؟ كيف يمكن أن نحل مثل هذه المعادلة؟ هذه التقنية علينا النظر إليها بشكل كلي في خارطة الوطن العربي بشكل عام. ماذا فعلوا في ليبيا؟ ماذا فعلوا في سوريا؟ ماذا فعلوا في مصر؟ ماذا يريدون اليوم لتونس؟ وماذا يفعلون اليوم في اليمن؟ إذا نظرنا للخارطة بإجمالها سنجد أياديهم الخبيثة قد امتدت إلى كل هذه الدول وعبثت فيها، وكما عبثت في سوريا وليبيا ومصر، ها هي اليوم تعبث في اليمن، ووسائل إعلامها تفضحها، كل تقاريرها الإعلامية وعملائها داخل اليمن من الشبكات التي تم تمويلها واشترتها من الصحفيين والإعلاميين يفضحون تصرفاتها، يقولون كل ما تقوله هذه التقارير الدولية. إذا كانوا يريدون فضح هذه التقارير الدولية أنها كاذبة، فليثبتوا عكس ذلك، فليثبتوا حسن النية، فليتعاملوا مع الحكومة الشرعية كما يتعاملوا مع حكومات العالم. لماذا يهينون الحكومة الشرعية أكثر من مرة؟ لماذا يعني يحاولون حصار القرار اليمني، قرار الشرعية وقرار الحكومة، من تعيين المحافظين إلى تعيين قادة الألوية العسكرية إلى قادة المحاور، يتدخلون في كل صغيرة وكبيرة. نعم. لماذا لم يصلحوا الحال وهم يسيطرون على بعض أجزاء اليمن في الشرق، في المحافظة الشرقية والجنوبية؟ لماذا لم نشاهد أي تغيير لصالح المواطنين الذين رحبوا بهم والذين يعتبرونهم يعني مقربين منهم؟ لماذا لم يصلح الحال في عدن؟ لماذا كل هذه الفوضى ما زالت في العاصمة المؤقتة لليمنيين؟ لصالح من هذا؟ نعم، هذا السؤال الذي يطرح على الإمارات وعلى كل من يلتمس لها نعم، الأرض ربما من على الحكومة الأحزاب الشرعية الشرعية أولا، ومن صحيح. الشرعية نفسها. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ فيصل علي الباحث والمحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من كوالالمبور. الشكر أيضا لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.